سيدي أواني سادتي إلى ملعب 5 جوليا الأولمبي وإلى المقابلة التي تجمع المنتخب الوطني الجزائري بنادي نوتنغهام فورست الإنجليزي. ومع الشوط الثاني من هذه المقابلة، وكنا قد تركنا الشوط الأول، نتيجة الشوط الأول هدف لهدف، أي التعادل بين المنتخب الوطني الجزائري ونادي نوتنغهام فورست الإنجليزي. هذه انطلاقة كويسي في بداية هذا الشوط، ينطلق يوقف كرته، يحاول يراوغ كويسي، مازال محتفظ بالكرة، يحوس على المساعدة ويجد جفجاف وبنشيخ. ماجر ينطلق، ضربة عرضية قوية وجانبية، القذفة من ماجر اللي طلع الشاشة في هذا الشوط الثاني. قلت الشوط الأول انتهى بالتعادل، كان نادي نوتنغهام فورست هو اللي افتتح التسجيل في الدقيقة 11 من الشوط عن طريق والاس، بينما عدل النتيجة اللاعب جفجاف للمنتخب الوطني الجزائري في الدقيقة 36. ونحضر بداية الشوط الثاني الذي نتمنى أن يكون أحسن من الشوط الأول. وأن يتمكن المنتخب الوطني من استدراك ما فاته خلال الشوط الأول، وأن يسجل أهداف أخرى ويغير من طريقة اللعب التي طبقها في بداية الشوط الأول بالخصوص. وكانت غير مجدية، سمحت للنادي الإنجليزي نادي نوتنغهام فورست من فرض بعض السيطرة في الدقائق 20 الأولى من الشوط الأول، بينما تغير وجه اللعب بعد دخول كل من كويسي ومرزقان وأيضا ماجر في الأخير. هذا في الشوط الأول. نوتنغهام فورست يلعب بنفس العناصر التي لعب بها في الشوط الأول، يعني دون تغيير. نذكر بتشكيلة الفريق مرة أخرى، عندنا الشيخ طويلة ويحيى، كان ينتظر التمريره، ينتظر الكره، كان يطلب الكره لكن ما وصلتوش. قلت نذكر بتشكيله نوتنغهام فورست مره اخرى، عندنا سيتون، اندرسون، وسوين رقم 3، وليس اسماعيل كما كنت اذكر، هكذا ورد في القائمه المسلمه الينا. اسماعيل، ولربما كان خطأ مطبعيا، ورغم استفسارنا بينما هو سوين، عندنا رقم 4 فيركلو، 5 يونغ، 6 بوير، 7 ويلسون، 8 والاس، 9 بيرتلز، 10 هوج، و11 وولش. بالنسبة لنادي نوتنغهام فورست، بينما عندنا في المنتخب الوطني كل من دريد، قندوز، بالعباس، بالخيرة، عندنا أيضا جفجاف، بويش، بنشيخ، لا بويش كان غادر،
تبقى ماجر بن سولاب بلومي ويحيى. ويلسون الجناح الايمن في نادي نوتنغهام فورست. اندرسون ويلسون لعميد الدفاع ثم بيرتلز. خير تخرج الكره تماس لصالح المنتخب الوطني الجزائري. ماجر ماجر ينطلق مرونة كبيرة يتمتع بها اللاعب ماجر في انطلاقة مازال محتفظ بالكرة. تمريرة كانت تمريرة ذكية. اتجاه جفجاف لكن ما توصلوش. كويسي ينفذ التماس. وتمس اخر لصالح المنتخب الوطني الجزائري. حاول يترك مهمة تنفيذ التماس لكويسي. يحيى رقم 11 باتجاه ماجر كجناح ايمن. ماجر تاخذ كرته يحاول يراوغ ما يتعداش من فيركلو. كرة لصالح عناصر نوتنغهام فورست. هذا والش هوج في منطقة 18 متر والدفاع يتدخل ينقذ الموقف عن طريق كويسي. كويسي ينطلق لتدعيم الهجوم لكن التمريرة تاع كويسي ما توصلش. ويلسون كويسي بلومي بلومي ينطلق يفتكلوا الكرة. اندرسون يونغ عميد الدفاع في اتجاه بيرتلز. واه خطيرة كانت من ويلسون. من القذفة تعدد جانبية قلت كانت خطيرة لأن ويلسون كان في وضعية حسنة للتسديد والتسجيل كان بعيد عن الحراسة. قندوز قائد المنتخب الوطني بن شيخ راقب كورته. جفجاف يتركها لماجر. ماجر في اتجاه بن زحاولة ما يتمكنش. حقيقة فرصة ضاعت فرصة لا تعود لصالح المنتخب الوطني الجزائري. بن زحاولة كان وجه لوجه أمام الحارس سيتون لكن ما يتمكنش من التسجيل بعد إغلاق الزاوية من طرف سيتون. حاول بن زحاولة أن يمرر الكرة في اتجاه المرمى لكن الكرة تعدت جانبية أخطأت هدفها وهكذا تضيع فرصة قلت لا تعوض فرصة ذهبية لصالح المنتخب الوطني الجزائري. ويلسون في التماس للكرة. هوج ضيعها أمام يحيى وبلومي الآن لصالح المنتخب الوطني الجزائري.
نساولة بلومي، ماجر يفضل يرجع الوراء، قندوز انطلاقة، تماس يستفاد منه ويلسون، الدفاع يونغ يحتفظ بالكرة، يفتح ويلسون، الآن ويلسون داخل منطقة 18 متر، يراوغ كويسي يفتح، الدفاع الإسباني يتدخل بضربة مقياسية يبعد الخطر عن مرماه، وتماس لصالح نوتنغهام فورست، ضيعها وولش، استفاد من ركنية من تنفيذ اللاعب نفسه وولش، نفذ الركنية، الدفاع يتجمع ويتدخل ويبعد الكرة، وانطلاقة لصالح المنتخب الوطني الجزائري، بن شيخ على الجهة اليمنى، بن شيخ ينطلق، يوجد ماجر، تمريرة خلفية جميلة في اتجاه بن شيخ، تنسيق في اللعب وعند الحارس سيطن، محاولات المنتخب الوطني كثيرا ما تفقد الفعالية عند دخول منطقة 18 متر، اللقطة اللي كنا شاهدناها منذ قليل، هدفة وولش، والدفاع زال الكرة عند عناصر المنتخب، عناصر نوتنغهام فورست، هذا ويلسون، ويلسون يحاول يتعدى من كويسي، وهناك بلومي، ماجر، بن شيخ يراوغ، الخيرة لياحي، جف بلومي لقندوز، ربع ساعة لعب، 15 دقيقة لعب من الشوط الثاني، والنتيجة على حالها متعادلة،
هدف لهدف بين المنتخب الوطني الجزائري ونوتنغهام فورست. انجليزي جاف وبنز حولة تمس بلومي كويسي جميلة ينطلق كويسي فتحة والدفاع يدخل كاد أحد المدافعين أن يسجل ضد مرماه كرة تخرج ركنية لصالح المنتخب الوطني الجزائري بن شيخ بن شيخ ينفلت يدخل منطقة 18 متر ويوجه القذفة ولكن جانبية جميلة اللقطة تاع بن شيخ في الدقيقة 16 من الشوط الثاني هذا قندوز بلومي كويسي الخيرة تهدئة اللعب من طرف عناصر المنتخب الوطني يونغ عميد دفاع نوتنغهام فورست هذا ويغلي يدخل منذ قليل خطيرة طريق مرزقان براسه هجوم عكس انطلاقة ماجر على الجهة اليمنى ماجر يدخل منطقة 18 متر يحاول يراوغ مجهود فردي قلت من ماجر الذي انطلق كالسهم على الجناح ويتمكن بذلك من تسجيل الهدف الثاني لصالح المنتخب الوطني الجزائري بعد مرور حوالي 19 دقيقة بالضبط من الشوط الثاني وهكذا بعد محاولات وبعد أخذ ورد وبعد الفرص الضائعة من بالخصوص فرصتين في الشوط الثاني من بنز حولة وبن شيخ منذ قليل كما شاهدنا يتمكن ماجر وبعد مجهود فردي بعد هجوم فردي يتمكن من إسكان الكرة في شباك الحارس سيطم وتسجيل الهدف الثاني لصالح المنتخب الوطني الجزائري إذن تصبح النتيجة هكذا هدفين مقابل هدف واحد لصالح المنتخب الوطني الجزائري في هذه المقابلة الدولية الودية التي يحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي وتجمع المنتخب الوطني بنادي نوتنغهام فورست الإنجليزي هدف المنتخب الوطني الأول كان سجل في الدقيقة 36 من الشوط الأول عن طريق جفجاف وكل ما يتعلق بالمباراة مرسوم على اللوح الإلكتروني لملعب 5 جويلية الأولمبي شكرا للزميل المخرج عبد الحق بن عمر حوالي 19 ألف متفرج يحضرون لهذا اللقاء
الذي يجري تحت الأضواء الكاشفة. يجب على المنتخب الوطني أن يحافظ على النتيجة وأن يحذر من رد فعل المنتخب نوتنغهام فورست الإنجليزي. سلل كل العميل الدفاع دقيقة مرت على الشوط الثاني. ويسي الحارس دريد رزقا لماجر انطلاقة من ماجر مرر في اتجاه بزحاولة لكن بزحاولة كان متأخر قليلا. ويلسون لصالح نوتنغهام فورست تركها لأندرسون قندوز دخل براسه ومرزقان بن شيخ وبلومي ماجر ويلسون يتركها لويغلي أندرسون دخل كويسي كويسي ينطلق وعرقل وعرقل من أندرسون كويسي شاهدوا يحتج استفاد من مخالفة تنفذ بسرعة انطلاقة ماجر وحده في الجهة اليمنى يفتح والدفاع يدخل قندوز الحارس وتغيير في صفوف نادي نوتنغهام فورست يدخل رقم 14 دراي ويخرج رقم 4 فيركلو هكذا نادي نوتنغهام فورست يغير لاعبيه الاحتياطيين ويغلي وغراي فرصة تضيع لصالح المنتخب الوطني الجزائري زال الكرة ما خرجتش مزقال قد قطعوا تصطدم بالدفاع وبن شيخ يعاود الكرة والحرس يا ماجد بعد أخذ ورد وبعد قذف كرة للمرة الأولى والثانية وماجر على الشاشة آخر من المس الكرة حقيقة ضاع ربما الهدف الثالث
لصالح المنتخب الوطني الجزائري. كانت لقطة جديرة بالتسجيل، لقطة جماعية منسقة كما ينبغي، لكن ضاعت في النهاية. كويسي، كويسي صراع مع ويغلي، وفي النهاية كويسي يرسلها تماس. ويغلي لف التماس لصالح المنتخب، منتخب نوتنغهام فورست. سلل والش، كان متسلل، وانطلاقه من ماجر لصالح المنتخب الوطني الجزائري. ماجر تعدى من والش، هونج تمريره خلفيه، كان جفجاف ما كانش ينتظر التمريره من ماجر. قندوز مرزقان وانطلاقه، لكن دفاع، دفاع نوتنغهام فورست ينقذ الموقف وينطلق في هجوم معاكس. عناصر منتخب نوتنغهام فورست اللي صبحوا متخوفين من الهجمات المعاكسة للمنتخب الوطني الجزائري. صبحوا ما يندفعوش كثير كما كان عليه الحال في بداية الشوط الأول. أندرسون في اتجاه ويغلي، أخيرا ويلسون، جراي، نتيجة هدفين مقابل هدف واحد لصالح المنتخب الوطني الجزائري أمام نوتنغهام فورست الإنجليزي. بعد مرور 27 دقيقة على الشوط الثاني، يحيى لبلخيرة، ماجر راقب كرته بصدره، مرزقان ضيعها، وهجوم معاكس لصالح نوتنغهام فورست. خطأ خلفها قريبة من خط 18 متر بالنسبة للمنتخب الوطني. حراسة فردية عالية، والدفاع عن طريق قندوز ثم بن سولة، جراي، ماجر، بن سولة، بن شيخ على حدود 18 متر يتركها لماجر. قد تصطدم بأحد المدافعين، وكويسي جميلة، جفجاف، و جماعية، تنسيق في اللعب كما ينبغي، تمريرات قصيرة. وفي النهاية تضيع.
خطيرة، الدفاع يقظ، الدفاع المنتخب الوطني الجزائري يتصدى لكل المحاولات، لكل الكرات. تماس لصالح المنتخب أو فريق نوتنغهام فورست. فتحة ويغلي براسو، وكان هناك تسلل من ويغلي. بن شيخ يطلب من رفاق النزول الى الهجوم، ثم جفجاف بالخيرة. مرزقان، ماجر، ماجر ينطلق كجناح ايمن، تمريرة جميلة جميلة، و في المكان المناسب، انقذ مرماه من اهداف محققه. حارس الثاني هذا لنادي نوتنغهام فورست. سوين وماجر، مرة جميلة من ماجر. وتماس لصالح المنتخب الوطني الجزائري. مبادرة أصبحت لصالح المنتخب الوطني الجزائري. في نهاية الشوط الثاني هذا فرصة، وما يدخلش الكرة، في النهاية تدخل الكرة وتسجل الهدف الثالث لصالح المنتخب الوطني الجزائري. مرزقان هو اللي سجل، هو اللي نزل من الدفاع وسجل الهدف الثالث لصالح المنتخب الوطني الجزائري. ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لصالح نوتنغهام فورست. وكنت أذكر بأن المبادرة أصبحت لصالح المنتخب الوطني الجزائري، وبالفعل أتت المجهودات التي بذلها اللاعبون بثمارها، وسجل الهدف الثالث لصالح المنتخب الوطني الجزائري عن طريق مرزقان في الدقيقة 34 من الشوط الثاني. تصبح النتيجة ثلاثة أهداف لصالح المنتخب الوطني مقابل هدف واحد لصالح نوتنغهام فورست. والنتيجة على السبورة على اللوح الإلكتروني لملعب 5 جويلية الأولمبي. كان الهدف الثالث منتظر نتيجة الضغط الذي فرض على المرمى، مرمى نوتنغهام فورست، وعلى الحارس سيتون. حارس سيتون الذي انقذ مرماه من عدة اهداف محققة في هذا الشوط الثاني بالخصوص. كويسي جفجاف بالخيرة، قندوز، ماجر،
أندرسون. وادريد. دريد أدى ما عليه، أدى ما عليه خلال مقابلة اليوم. مرزقان في اتجاه ماجر. ماجر في كل مرة تكون عنده الكرة يشكل خطورة كبيرة على مرمى نوتنغهام فورست. بن شيخ، كاميرا خلفية جميلة لكويسي. الكرة تخرج تماس لصالح المنتخب الوطني الجزائري. بن شيخ يجف جاف. مرزقان طويلة اتجاه بنزحاولة ما يتمكنش منها. هودج لصالح المنتخب الإنجليزي ثم ويلسون. ويغلي. أندرسون ينطلق. أندرسون يدخل منطقة 18 متر لكن دخل الدفاع. ياحي كويسي ثم مزياني يخلف بلومي منذ لحظات. بالخيرة ويغلي لأندرسون. حاول اختراق الدفاع، دفاع المنتخب الوطني الجزائري. وبن شيخ، بن شيخ في انطلاقة أمام مزياني، مر الكرة تركها لماجر. بن شيخ مرة أخرى في وضعية جناح أيمن، يدخل منطقة 18 متر، يتعدى من قلب الدفاع يونغ ويرسل، يفتح في اتجاه المرمى. ما كانش مهاجم لتلقي هذه الكرة أو الفتحة الجميلة اللي كانت من بن شيخ. جفجاف ينطلق هو الآخر، ينطلق يدخل منطقة 18 متر وكاد كاد يسجل الهدف الرابع جفجاف لولا أن الكرة تعدت جانبية. سيطرة ملحوظة من طرف عناصر المنتخب الوطني الجزائري في هذه اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني. بقيت بالضبط 5 دقائق فقط على النهاية والنتيجة 3 أهداف نظيفة لصالح المنتخب الوطني أمام نوتنغهام فورست الإنجليزي، النادي الإنجليزي. مرزقان الكرة عند عناصر نوتنغهام، نادي نوتنغهام فورست. كويسي تفوق كويسي على ويلسون. وتمس لصالحه. حاول في اتجاه مزياني لكن الكرة ما توصلش. أندرسون لصالح نوتنغهام فورست. أندرسون لاعب ممتاز يتميز بطول القامة واللياقة البدنية. أندرسون
وبن شيخ في انطلاقة سرعة سريع بن شيخ ينطلق فرصة مازال الكرة عند بن شيخ وفي النهاية ينتظر قليلا بن شيخ ويضيع الكرة كأنه كان يفتش عن ضربة جزاء في وسط الميدان ويجلي ينطلق كان يكون هناك مزياني قندوز لماجر اثنين من اللاعبين على ماجر و يفتكوا منه الكرة والش والدفاع ماجر من جديد قص التمريرة اللي كانت ويسي وركنية لصالح نوتنغهام فورست دون ركنية لصالح نوتنغهام فورست من تنفيذ هودج تنفذ الركنية صعبة وركنية بل الحكم يقول ضربة مرمى صالح دريد حارس المنتخب الوطني الجزائري نتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد لصالح المنتخب الوطني الجزائري أمام نوتنغهام فورست الإنجليزي بقيت دقيقة واحدة فقط على النهاية واغتنم هذه الفرصة لأذكر بالإخوة التقنيين الذين ساعدونا على نقل هذه المباراة الدولية الودية من ملعب 5 جولية الأولمبي وهم مسؤول الحصة بن شيخ شهاب الأجهزة حسني أحمد مصدور مصطفى صوت قسمي صالح بن كوار فوديل المصورون ولد علي مراد بولك حل محمد حاج أحمد نصر الدين المساعدون عمار العياشي أو عماري العياشي عكرور عبد الرزاق سي أحمد محمد طيب صقواني مسعود مسلم أحمد الكهرباء لطاجين طاهر شبكة الإرسال كانت من مرزقة طاهر وادي محمد محمودي محمد وراتني سالم أما الإخراج فكان للزميل عبد الحق بن عمر مزياني في وسط الميدان في اتجاه ماجر على الجناح ماجر ينطلق ومن بعيد حاول يجرب حظه رغم قوة القذفة إلا أنها كانت عالية قليلا في هذه الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني والمقابلة ماجر حاول يجرب حظه هذا ما تريد على الشاشة الوقت القانوني ينتهي بينما الحكم ربما يعد بعد الثواني الضائعة من اللعب انطلاقة ربما انطلاقة أخيرة لصالح المنتخب الوطني الجزائري وكويسي دون انتظار حاول يفاجأ الحارس سيطان وفي هذه اللحظة يعلن الحكم الرئيسي الحكم الجزائري روماني السعيد قلت في هذه اللحظة عن نهاية
اللقاء الدولي الودي بملعب 5 جويلية الأولمبي بنتيجة 3 أهداف، والنتيجة مرسومة على اللوح، قلت 3 أهداف مقابل هدف واحد، 3 أهداف للمنتخب الوطني الجزائري أمام نوتنغهام فورست النادي الإنجليزي، وهي نتيجة مرضية ومشجعة للمنتخب الوطني الجزائري الذي قدم ما عليه خلال هذا اللقاء. إذن سيداتي ونساتي، لم يبقى لي إلا أن أودعكم متمنيا لكم سهرة ممتعة هنية، وتصبحون على خير.